يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شخص أراد أن يذكي ذبيحة فقال بدلا من البسملة قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما حكم هذه الذبيحة؟ إذا كان جاهلا قصده ذكر اسم الله وأخطأ لفظه جاهل لعله إن شاء الله لا بأس، أما إذا تعمد هذا الشيء فلا يجوز، لا يجوز.